السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. الرئيس ينهي جولته بالداخل ويعود إلى نواكشوط حيث سيشرف على ختام الحملة الانتخابية للاتحاد من أجل الجمهورية. والبلال يدعو لاحترام قواعد اللعبة والتشبث بالتسامح ويعبر عن سعي اللجنة للمساواة بين مختلف الأطراف المتنافسة. والبعمات يقول إنه مهدد باستمرار ويؤكد على مواصلة الكفاح من أجل أن تصبح موريتانيا دولة قانون. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عاد الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز إلى العاصمة نواكشوط قادما من مدينة واديبو، حيث اختتم جولته التي شملت معظم ولايات الوطن، وتركزت خطاباته خلالها على الحديث عن الإنجازات والدعوة للتصويت لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية. وينتظر أن يشرف الرئيس على ختام حملة الاتحاد من أجل الجمهورية الممهدة للانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية المرتقبة فاتحة سبتمبر القادم. نتابع المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز يعود الأربعاء إلى العاصمة نواكشوط قادما من مدينة واديبو، منهيا بذلك جولة داخلية قادته إلى 10 ولايات. وقد تركزت الجولة الداخلية التي تسبق الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية المرتقبة على تعبئة أطر الولايات المزورة للتصويت بكثافة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، مع تدشينه ووضعه الحجر الأساس لعدد من المشاريع في بعض الولايات. بدأ ول عبد العزيز جولته الجمعة الماضية من مدينة روسو عاصمة ولاية الترارزة، وفيها أعاد الحديث مجددا عن موضوع مأموريات رئيس الجمهورية. وأكد ول عبد العزيز في ذلك الخصوص أن المأمورية الثالثة غير ممكنة، لكنه طالب أطر ولاية الترارزة خلال لقائه بهم بدعم استمرار المسار التنموي للبلاد وفق قوله، عبر التصويت للحزب الحاكم وإكسابه أغلبية مريحة في البرلمان. وفيما لم تتداول وسائل الإعلام المحلية الرسمية والمستقلة مواضع محددة في ولايات الجنوب والشرق، لفتت دعوة الرئيس ول عبد العزيز من مسقط رأسه ولاية إنشيري مغاضب الحزب إلى سحب ترشحاتهم ودعم لوائح الاتحاد، وهي الدعوة التي استجاب لها مرشحون في بعض بلديات نواكشوط وسحبوا ترشحاتهم. في مدينة تجكجة اختارت الساكنة أن تنظم استقبالا من نوع خاص للرئيس محمد ول عبد العزيز، استقبال كان مختلفا عن استقبالات بقية الولايات، حيث ردد سكان المدينة شعارات متذمرة من العطش. وفي ولاية تير الزمور اختلف برنامج الزيارة قليلا عن البرنامج الموحد ل8 زيارات سابقة، حيث تضمن برنامج الزيارة وضع الحجر الأساسي لمشروع بناء مسجد، فيما اقتصر برنامج بقية الزيارات السابقة، ومن بعدها زيارة واديبو على لقاء الأطر. وكان الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز قد زار أياما قليلة قبل انطلاق الحملة ولايتي الحوض الشرقي والعصابة، وطالب الأطر بدعم خيارات الحزب، مؤكدا أن دعم هذه الخيارات يعني مأمورية ثالثة ورابعة له. وصف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في بيان صادر عنه منع المهرجان الذي كان يسعى لتنظيمه مساء الثلاثاء بالتصرف الهستيري، الذي قال إنه يعبر عن الإحساس بالهزيمة وتبرم الناخبين عن مشروعه. وقال المنتدى في البيان الصادر عنه إن حجة النظام بشأن عدم تنظيم المهرجان لا تستند إلى أي أساس قانوني، واصفا التصرف بأنه تعبير عن ما سماه التخبط والارتباك. وكانت عناصر من الحرس الوطني قد تدخلت وأزالت التجهيزات التي كانت موجودة على منصة المهرجان بناء على شكوى تقدمت بها شركة النجاح التي تملك الساحة التي كان المهرجان سيجرى بها.
وصف الرئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة محمد المولود عدم السماح للمنتدى بتنظيم مهرجان بساحة المطار القديم في نواكشوط بغير المتوقع، مضيفا أن اللائحة احترمت المسطرة القانونية وأن الإدارة رخصت للمهرجان قبل أن يفاجأوا بفضه بعد بدء الجماهير في التوافد على المكان. تم بشكل غير معقول وغير غير غير متوقع تدخل من السلطة من الإدارة لادعاء أن الظروف أو أن المكان غير مناسب وأن المكان مكان خصوصي ولا يقبلون تنظيم فيه أي نشاط من هذا النوع. في الواقع اللائحة احترمت كل المسطرة القانونية، والإدارة قبلت أن رخصت لهذا المهرجان، ولم تكن هناك أي مشكلة إلا في الأوقات في الساعات الأخيرة عندما بدأت الجماهير تتوافد على المكان. جاءت عناصر من القوة من الحرس بالضبط، وقالت أن لها أوامر أن تفرض الاجتماع أو المهرجان إخلاء المكان من طرف. وقال المولود في حديث له ضمن حلقة من برنامج المشهد الانتخابي إن ما حصل مدبر، لأنه كان بإمكان الإدارة أن تنبه على أن المنطقة ملكية خصوصية خلال الأيام السابقة، مضيفا أنه بالقرب من ذات المكان سيسمح للاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بتنظيم مهرجان سياسي. خلال هذه القضية، إذن في الحقيقة الأمر مدبر، وخاصة أنه كان بإمكان الإدارة وبإمكان من يدعون أن هناك مشكلة تتعلق بطبيعة المكان، كان لديهم الفرصة في الأيام الماضية لأن المهرجان محضر منذ أيام أن يتدخلوا ويعربوا عن هذا الاعتراض، لكن لا لم يعترضوا. وأضيف أيضا أن في نفس المكان تقريبا على بعد 200 متر تقريبا الحزب الحاكم سينظم مهرجان غدا في نفس المكان، كيف أن الأمر يكون كذلك ويترك الطرف الآخر ينظم مهرجان في نفس المكان؟ جدد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد فالو البلال الدعوة لاحترام قواعد اللعبة والتشبث بالتسامح وروح الإخاء والمنافسة الشريفة بعيدا عن التشنج والغلو. وعبر البلال خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء عن السعي إلى أن تجري العملية الانتخابية بالتساوي بين مختلف الأطراف المتنافسة، وأن يكون رؤساء المكاتب محل تراض بين كل المتنافسين. نواصل دعوتنا لاحترام قواعد اللعبة، احترام قواعد اللعبة والتشبه بالتسامح والتشبه بروح الإخاء بروح المنافسة الشريفة بعيدا عن التشنج وبعيدا عن الغلو، حتى يتسنى لهذه العملية أن تكون. نحن نعمل جاهدين على أن تكون العملية بالتساوي بين كل الأطراف المتنافسة، على أن يكون رؤساء المكاتب محل تراض قدر المستطاع بين كل المتنافسين، على أن تكون الأطراف المتنافسة ممثلة وحاضرة بصفة مقبولة وبصفة تساعد على انسيابية العملية الانتخابية في مكاتب التصويت.
وقال والبلال إنه أجرى مشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات فاتح سبتمبر المرتقبة، وتوصل معها إلى قرار مفاده أنه في المكاتب التي تتنافس فيها أقل من 15 لائحة فإن لكل حزب الحق في أن يكون له ممثل بها. عملنا على أن تكون الأحزاب ممثلة وأجرينا ما شاء الله من التشاور مع كل الأحزاب المعنية بهذا الأمر، وتوصلنا إلى قرار مفاده أن في أي مكتب تصويت يتنافس فيه أقل من 15 لائحة فكل الأحزاب المشاركة لها الحق أن تكون لها ممثلا خاصا بها في مكتب التصويت، لأن طاقة مكاتب التصويت قد لا تتسع لأكثر من 15 شخصا. أما في مكاتب التصويت التي يتنافس فيها أكثر من 15 لائحة فما فوق فيتعذر استقبال 20 50 98 ممثل، فاضطررنا لأجل الأحزاب ولأجل تسهيل حضورهم في مكاتب التصويت إلى أن نعمل على محورين: الأحزاب التي تشارك في العملية الانتخابية بخمسين لائحة للمستوى الوطني فما فوق نعطيها الحق في أن يكون لها ممثلا عنها، أما البقية من الأحزاب فيحق لها أن تتمثل أن يكون لها ممثلا من خلال التحالفات الحزبية القائمة. قال رجل الأعمال الموريتاني المقيم في الخارج محمد البعمات إنه مهدد باستمرار، وقد تم تجنيد من وصفهم بالعملاء لتعريض حياته للخطر. وأضاف البعمات في رسالة له أنه مصر على مواصلة الكفاح من أجل تحقيق حلمه الذي قال إنه يتمثل في رؤية بلاده، وقد أصبحت دولة قانون يتمتع فيها كل المواطنين بالحرية والعدالة والمساواة في الفرص. وأكد البعمات أنه سيكشف يوما ما عن ظروف وفاة صديقه الرئيس الأسبق علي والمحمد فال. نظم قسم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل في جارو تظاهرة انتخابية لتوضيح مواقفه في انتخابات الفاتح من سبتمبر 2018، حيث قدم مرشح الحزب تصوراتهم لمشكلات المقاطعة وبلدياتها. حزب تواصل من حسن حظه أنه جلب بلدية جارو هو سادس عمدة يعود فيها، معناها كانوا سابقنا خمس عمر، ويا الله يسولوا ماذا انجزوا، ياك تعود الامور واضحه. يكفي شرف التواصل على انه قدم انه من يوم استقر في هذه المدينه الكريمه على انه موجود معاكم بداره، وسماها بعض من الاخوان انها دار الضيافه، معناها دار مفتوحه للناس كامل القاصي والداني. ولئن نجحوا النواب في الفترة الماضية عدلوا فيها مكتب قال له مكتب النواب لرفع المظالم. لئن صنتوا ونشدوا أخبار ماذا قدم تواصل؟ نعم قدم تواصل ما يلي: قدم لأنه هو أول حزب يعود على أرض واقع يفرض على الأحزاب الثانيين أنهم يتنافسوا تنافس إيجابي. إلى شأن منفصل، حيث تشهد الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية المرتقب تنظيمها فاتح شهر سبتمبر القادم حضورا لافتا للفنانين من خلال انعاش السهرات وتلحين الأغاني الخاصة بالمتنافسين في الانتخابات. وفيما كان حضور السهرات الفنية ملحوظا، غابت الخطابات السياسية والبرامج الانتخابية لدى الكثير من المترشحين. التفاصيل نتابعها ضمن هذا التقرير. السهرات الفنية أبرز ما ميز أماسي الحملة الانتخابية في العاصمة نواكشوط، وطغى بذلك صوت الفن على الخطاب السياسي والبرامج الانتخابية للمترشحين. مناسبة ينتعش فيها الفن ويعود خلالها الفنانون إلى تصدر المشهد وتجديد اللقاء بجمهورهم عبر منصات سياسية مختلفة.
الفنان أصلاً عطاه للشعب ولا يخطئ، يكون يعطي عطاه للناس كاملة ويساويها كاملة ويعطيها ذاك اللي قد يعطيها من الشحنة. هذا تقريباً من سابق الحملة، سابق افتتاح الحملة لنا 15 يوم من باتوا نسجلوا الحمد لله في الأناشيد ونظلوا نسجلوا في الأناشيد، ولو فينا مولي من التسجيل الحمد لله وفتتحت لنا الحملة وبدأنا الحمد لله في نشاطاتنا الفنية. ويشكل تعدد المترشحين الذين يعدون بالآلاف لانتخابات فاتح سبتمبر القادم فرصة للكثير من رواد الفن لإنعاش السهرات وتلحين الأناشيد والأغاني الخاصة بالمتنافسين. هذه الحملة تختلف بعض الشيء عن الحملات السابقة بما شاء الله زادت بالمجالس الجهوية وزادت ما شاء الله بأن كانوا مترشحين ما شاء الله في المستوى، مثلا كان مترشحين بكثرة تبارك الله وكان في منافسة شريفة وجيدة، وراجع إن شاء الله أنها تعود حملة إن شاء الله موفقة مباركة على أرض الوطن. وهكذا تتحول الأماسي والسهرات الفنية إلى مناسبة لا يخلفها الكثير من الباحثين عن أي نشاط يكسر الجمود الذي تعيشه العاصمة خارج المناسبات الخاصة، وبذلك يخفت صوت السياسة ويعلو صوت الفن ويصبح مستوى وحجم حضور الجمهور مترتبا على طبيعة الفنان الذي يختاره هذا الحزب أو ذاك. وفي غياب برامج انتخابية لدى العديد من المترشحين للانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية المرتقبة، تتحول الأماسي الفنية إلى وسائل للتعبئة وحشد الجمهور. احفظ لسالك المرابطون مكشوط. مغاربيا، أكد بيان صادر عن وزارة الصحة الجزائرية إصابة 59 شخصا بداء الكوليرا في مناطق مختلفة من البلاد، 11 منهم سجلت إصابتهم بالعاصمة، وبحسب البيان فقد تم تسجيل 26 حالة سلبية من بين 172 حالة استقبلتها مستشفيات البلاد منذ 7 من شهر أغسطس الجاري. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الثلاثاء أن داء الكوليرا الذي ظهر مجددا في البلاد بعد 22 سنة أصاب 59 شخصا في 5 مناطق بينهم 11 في عاصمة البلاد. وجاء في بيان لوزارة الصحة أنه لغاية 27 من الشهر الجاري سجلت 59 حالة إصابة مؤكدة بداء الكوليرا مع 26 حالة سلبية من بين 172 حالة استقبلتها المستشفيات منذ 7 من أغسطس الجاري. وأوضح البيان أن 66 حالة غادرت المستشفى، أما الحالات المتبقية فيشهد وضعها الصحي تحسنا مستمرا. وتسبب داء الكوليرا منذ عودة ظهوره في مقتل شخصين كانا في مستشفى بوفاريك بولاية البليدة 50 كيلومتر غربي الجزائر، وهي الولاية التي سجلت أكبر عدد من الإصابات مع 30 حالة مؤكدة. وتوفيت امرأة ثالثة في مستشفى بوفاريك الثلاثاء بعد إسهال حاد، لكن التحليل لم يؤكد بعد إصابتها ببكتيريا الكوليرا بحسب ما أكد مدير مستشفى بوفاريك رضا دغبوش لوكالة الأنباء الفرنسية. وفي ولاية تبازة 70 كيلومتر غربي الجزائر، حيث قامت السلطات بردم منبع مائي ملوث ببكتيريا الكوليرا سجلت 14 حالة. أما في البويرة حوالي 100 كيلومتر جنوب شرق فلم تسجل أي حالة جديدة من الإصابات الثلاث الأولى في بداية الشهر الجاري، بينما لا تزال هنالك حالة واحدة مؤكدة في ولاية المدية. كما كذبت وزارة الصحة تصريحات أسندتها وكالة الأنباء الرسمية للوزير مختار حسبلاوي مفادها أن الوباء سيتم القضاء عليه خلال 3 أيام، ولم تسجل أي حالة كوليرا في الجزائر منذ عام 1996، ويعود آخر وباء إلى العام 1986. شهدت منطقة عين سارة ووادي الربيع الليبيتين اشتباكات الأربعاء استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ساعات بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق مشترك. كما عرفت بعض المواقع التي شهدت اشتباكات وصفت بالعنيفة ثلاثاء هدوءا حذرا، وكانت جهود حديثة قد بذلت من طرف أعيان ومشايخ بالمنطقة الغربية سبيلا إلى أن تحل المصالحة والسلام محل العنف. التفاصيل في هذا التقرير.
بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار والوصول إلى اتفاق يقضي بإنهاء الاشتباكات المسلحة، حدثت ظهر الأربعاء مناوشات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقتي عين زارة ووادي الربيع. وأكدت مصادر إعلامية سمع دوي الاشتباكات بوضوح في المناطق التي كان من المفترض أن تغادرها المجموعات المسلحة بمقتضى الاتفاق الذي توصلوا إليه، في حين تشهد مواقع أخرى كانت قد شهدت ثلاثاء اشتباكات عنيفة مثل معسكر اليرموك وخلة الفرجان هدوءا حذرا. وكانت جهود حثيثة قادها أعيان ومشايخ من المنطقة الغربية على رأسهم وفد الزاوية للمصالحة ومجلس أعيان ليبيا لإيقاف الاقتتال جنوب غربي العاصمة بعدما يزيد على 15 ساعة متواصلة من الاشتباكات. وما إن اندلعت الاشتباكات المسلحة فجر الاثنين حتى بدأت المساعي في التواصل مع الأطراف المتنازعة بتفويض رسمي من وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، ومرت المفاوضات بالكثير من التعثر بعد رفض مشروط للتوقف وكتب لها النجاح في وقت متأخر من فجر الأربعاء. وفي خضم الأحداث المتسارعة في العاصمة الليبية، أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الليبيين، تضمنت اجتماعا مع قيادات عسكرية في طرابلس، وذلك بعد تشدد الاشتباكات المسلحة بمحيط معسكر اليرموك ومنطقة الخلة جنوب العاصمة. وبحث سلامة مع العسكريين الوضع الميداني واتفاق وقف إطلاق النار، حيث أكد على ضرورة حماية المدنيين وضمان سلامتهم. وكانت البعثة قد دعت في بيان أصدرته الأطراف المشاركة في القتال الدائري بضواحي طرابلس إلى حقن الدماء وإلغاء الحشد العسكري الحاصل. وحذرت البعثة من سعي بعض الأطراف للعبث بأمن طرابلس وسكانها، موضحة أنه على الجميع إتاحة الفرصة أمام الوسطاء لإنهاء الأحداث التي تشهدها العاصمة. إلى الشأن الفلسطيني، حيث يستقبل قطاع غزة المحاصر الافتتاح الدراسي لهذا العام في ظل استمرار الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها منذ أزيد من عقد، وفيما تصل نسبة البطالة في القطاع 46%، ويتجاوز عدد العاطلين عن العمل 200 ألف عاطل، فإن البعض يتوقع أن تزيد النسبة خلال الربع الأخير من العام الجاري بشكل يوصف بغير المسبوق. نتابع. في حضرة الافتتاح المدرسي وبعد طي إجازة عيد الأضحى التي استقبلها الأهالي بجيوب فارغة، يستقبل قطاع غزة موسم العودة إلى المدرسة برصيد نضوب مالي وانقطاع دخل شرائي تمده من حوله معطيات أرقام مثقلة بالبطالة، في أزمة تحد يقابل فيها اشتراط عدم إجحاف أضحية العيد إلزامية تغطية كسوة الزي المدرسي وتوابعه. ووفق بيانات ميدانية أوردها المركز الفلسطيني للإعلام نقلا عن مراقبين وبعض أهالي قطاع غزة، فإن تكلفة تجهيز طالب مرحلة ابتدائية بالقطاع بكامل المستلزمات المدرسية لا يقل عن 150 إلى 200 شيكل، قرابة 60 دولار. ضيق ذات اليد دفع أسرا عديدة في القطاع إلى اعتماد سياسة استصلاح الزي المدرسي والأدوات والمستلزمات الدراسية القديمة لأبنائها، وذلك بسبب عدم قدرتها على شراء الجديد. وبين مر واقع حصار تل أبيب وتضييق عقوبات رام الله، يذهب مراقبون ومحللون اقتصاديون إلى أن القدرة الشرائية لدى المواطن الفلسطيني في قطاع غزة انخفضت إلى حدود غير مسبوقة، محذرين من أن القطاع دخل مرحلة الانهيار الاقتصادي التام. وفي هذا السياق يؤكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع في حديث نقله المركز الفلسطيني للإعلام عنه أن معدلات البطالة في قطاع غزة بلغت نسبة 46%، على حين بلغ عدد المعطلين عن العمل حوالي 216 ألف شخص، مردفا أنه في استمرار الوضع على ما هو عليه يتوقع أن تزيد معدلات البطالة خلال الربع الأخير من عام 2018 بشكل غير مسبوق. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة، وقد تابعتم فيها الرئيس ينهي جولته بالداخل ويعود إلى نواكشوط حيث سيشرف على ختام الحملة الانتخابية للاتحاد من أجل الجمهورية. والبلال يدعو لاحترام قواعد اللعبة والتشبث بالتسامح ويعبر عن سعي اللجنة للمساواة بين مختلف الأطراف المتنافسة.
نتنياهو عماته يقول إنه مهدد باستمرار ويؤكد على مواصلة الكفاح من أجل أن تصبح موريتانيا دولة قانون. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.